والله لا والله لا هضرت معاكم في هذا اللايف شي حوايج اقسم بالله الا شحال دابا انا حل هذا البيرو دابا راه 3 سنين عمرني دويت فيها واني دويت فيها اليوم سليله ولكن انا تنقول لك بالما داك التمر راه ما تمات وانا راه غير راضي عليه غير راضي عليه بتاتا واش بالله عليكم اش بغيتونا نديرو ياك ما بغيتو نخدم 100 درهم كل واحد دكتور في المجال ديالو انا في المجال ديالي دكتور واستاذ ورئيس قسم واش فهمتي انا شرحتها لك اختي بالورقه والسيلو خصنا غير في الثمن خويا خاصك تعرف واحد القضيه واخا اختي ايمان خاصك تعرفي واحد القضيه واخا انا ما تنبغيش نهضر في الفلوس حيت الفلوس انا ما تنهضرش في الفلوس تنهضرش في الفلوس كاع ولكن انا غادي انا غنجاوبك نقصنا في الثمن خاصك تعرفي اختي ايمان خاصك تعرفي اختي ايمان واحد القضيه ان كونسلتين بوحدو يعني في كونسلتين بوحدو يعني سيرفيس دو كونسلتين بوحدو قدامين معايا جوج الناس قدامين معايا جوج الناس انا اختي ماشي من داك النوع اللي كيعطي 2000 درهم و1500 درهم لعباد الله انا ستاجير كيجي غير ستاجير عندي كنعطيه 1500 درهم ارجون دو بوش ما تنضيعش ولاد الناس ياك هو جاي ستاجير جاي يقرا جاي يتعلم تنعطيه انا ارجون دو بوش 1500 درهم باش حتى هو يقدر يتغدى ويقدر يصرف على جيبو انا هكا داير باش تقول لي نقص لك الثمن ما يمكنش ليا طافقين يعني عندي 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 ما غاديش نهضر ما غاديش نقدر نقول لي صالير ديال الناس ديالي مي راه كنخلص لاسينيس ديالي كنخلص يعني انا واحد السيد اللي مخدم ولاد الناس عندي مخدمهم بما يرضي الله هذا واحد جوج اختي انا باش انا باقي ما رجعت لك لوقتي انا تنهضر معاك دابا بتواضع وما راه غادي نقول لك من غنسد عليك من الاول اش غنقول لك وقتي هذاك تنعطيه لك تتخلصيني عليه سالينا ولكن انا تنقول لك بالما داك التمر ما تمات وانا راه غير راضي عليه غير راضي عليه بتاتا اللي جاك انت غالي اللي جاك انت غالي ثانيا اختي انا كاين في ان سونتر دافير العقار في مراكش غالي بزاف تنخلص السبانه ديال الفلوس في هذاك المكتب اللي انا دابا واحد داير واحد لانفيستيسمون باقي ما ردتش فلوسو يعني باقي ما رديت فلوسو نهار رد فلوسو ديك الساعه هضره اخرى ان سونتر دايرو في ان سونتر دافير انا اختي راه ما مخشيش شي قند سونتر دافير لي شارج ديال ان سونتر دافير غاليين كثار الماء الضوء الكليما بزاف الحوايج عندي سانديك فهمتيني نزيدك واحد القضيه نزيدك واحد القضيه انا باش نجي من تما لعندي نجي من تما لعندي انا ساكن في تحناوت ما ساكنش في مراكش كنخسر مازوت طوموبيلتي فيدونج كنخسر بزاف د الحوايج باش نجي تما عاد نقول لك لا وقتي عاد نقول لك وقتي اربعه الناس كندوز في النهار خمسه ماكسيموم تيكون عندي واحد الفي اي بي في اي بي دايره 1000 درهم يمكن 1000 درهم واخا هاد 500 درهم اللي جاتك غاليه اختي صحاب السويفي ولينا دايرين لهم 350 درهم حيت الدرايب بداو تيتشكاو تيقول لك اخويا راه انا كناخذ معكم ناخذ معكم لي سويفي بزاف الشهر راه 500 درهم قاصحه ولينا كنديروا لهم 350 درهم وخاصك تعرفي يا اختي شي ديك 500 اللي جاتك انت هي كثيره بزاف ديال الناس كيخلصوها وبزاف شي الا بغيتي 500 درهم دابا ما تدوزيش في اي بي غادي تلقاي راسك ترميتي من هنا اما الشهر المهم شي حاجه في الشهر الجاي بنادم هاك واش فهمتي انا شرحتها لك اختي بالورقه والسيلو لا يكلف الله نفسا الا وسعها كاين اللي حتى ديك 500 ما عندوش كاين اللي ما عندوش ديك 500 اخويا انا هاني في اللايف انا كنتخ معاك في اللايف ايوا راه باش بنادم بغيتو يدير بيرو ويخدم فابور ولا يخدم 100 درهم نزيد المازوت غلا كلشي طلع دابا كلشي طلع و500 راه باقا هي 500 واش بالله عليكم اش بغيتونا نديرو ياك ما بغيتو نخدم 100 درهم ب 20 درهم في النهار واه ما يمكنش واه ديروا لنا بحال شي ناس نباني توقع لنا معاهم واحد المشكل راه بعض المرات وين كتواضع بزاف كيبدا يطلع لك فوق راسك وما راه انا وقتي ما ديال 500 درهم تجيك من الاخر ياك بقيت انا على 500 درهم لوقت في 500 من هنا و500 من هنا داير انا الحلقه في جامع الفنا ونزيدك واحد القضيه الناس ديال الكونسلتين انقى ناس بعدا فهاد بعدا ملي تيجيك واحد مخلص راه ماشي هي تيجيك واحد ما مخلصش
ماشي هي هاد اللايف عارف شي يكون مالخ بنادم اللي تيكون مخلص بنادم عارف ديتيغ بيان ديتيغ ميني عارف فين باغي يوصل ما كيجيكش اي واحد وانتم بغيتو نتوما هادشي كاملو وندير انا بمية درهم واش انت صافا وكمهم الناس راه مقامات كما كان الحال ضربت باش وصلت لهاد المقام وراه ميمكنش يا خويا نبدا باش نمشي انا واش ما عرفت اش بغيتوني ندير واش والله الا بغيتونا نقصوا الثمن الا بغيتونا نقصوا الثمن خصني نمشي عند هادوك الناس اللي خدامين معايا نقول لهم خصني نقص لكم في الصالير وما باقيش نديكلاريك في لاسينيسيس خاصك تخدمي معايا نوار ونمشي تاني نحيد من داك القنت نمشي نكريه نيت نمشي نكريه بواحد 12000 درهم في الشهر حسن ليا كاع مهني راسي نمشي نكريه ب 12000 درهم ونمشي اخويا نشد شي برتوش يا دي وما نخلصوش الظلمه ونديرو الشمع نديرو الشمع واجي عندك بحال داخل عند الفقير فهمتي والله تنديروها نديرو لكم اخويا الشميع تما فهمتيني واجي عندي حتى حناوت ونسميها زاويه راغب امين جي عندي حتى حناوت اخويا ما الطوموبيل تتكونسومي المازوت ما نقدرش نجي واجي عندي وجيب لي غير السكر نتا كاع جيب لي غير السكر فهمتي جيب لي السكيكرات والزيت راه غلات هاد لي وطلق لي العباسي ديال لي ديك الشميع تما وجي يقول لي اش بغيتي ولا نقول وراه هادشي اللي بغيتو نتوما والله اعلم وكاين واحد بنادم تيقول لك 500 درهم دكتور دير خويا كل واحد التخصص ديالو الله يرحم باك انت راه ما كنتيش اخويا ملي كنت انا تنسهر الليالي وكنحفي في عينيا كل واحد دكتور في المجال ديالو انا في المجال ديالي دكتور واستاذ ورئيس قسم سالينا وكنعطيك نص ساعه ما كنعطيكش انا 10 دقائق ولا 15 دقيقه الا عطيتها لك ولا 5 دقائق ونكمش ونقول لك سير اخويا هاك سير فحال كل واحد التخصص ديالو هذاك طبيب التخصص ديالو ديال القلب ديال الجراحه ديال سوق وهذاك انا التخصص ديالي ديرو شي مقارنات ما سمعنا به هذا ما شفتها انايا جاب دكتور القلب كل واحد التخصص دكتور القلب غيعرف يصاوب الطوموبيل ما يعرفش دكتور القلب غيفهم في خدمتي ما يعرفش ونقول لكم واحد القضيه والله الا اراعي في 3 الدرويش يا باش تكونوا عارفين تحقيق الجنائي الرقمي تليفون واحد السيد ولا واحد السيده واحد السيد ولا واحد السيده شك عندها اختراق ولا شي واحد شك انها صاحبه اخترق ولا عنده شي تجسس ولا شي واحد جوج اجواز بيناتهم دابزو ولا كتخونيني لا هذا اجي نمشيو عند السيره غير يجي لنا يشوف لنا لا سوبرينيتي لا هذا هذيك الخدمه برا راه كدار ب 5 المليون اي الحاج 5 المليون 5 المليون باش كدار عرفتي حنا بشحال كنديروها كنديرها ب 3 المليون عرفتي شحال كنديرها ب 3 المليون كنديرها ب 3000 درهم عرفتي بشحال لا ليسونس نخلصها ديال لي لوجيسيال باش نخدم ليسونس وحده كاع ما نهضر ليسونس وحده تنخلصها ب 4 المليون في العام 4 المليون في العام باش تكونوا عارفين راه دابا بنادم ما عرف حتى والزو يهضر وكاين بنادم اللي كيجي وتيبدا يطفيك ويبا ما عنديش وهذا وكتولي كتحدك في الثمن كاع اكثر والله لا والله لا هضرت معكم في هذا اللايف شي حوايج اقسم بالله الا شحال دابا انا حل هذا البيرو دابا راه 3 سنين عمرني دويت فيها واني دويت فيها ليه انا تنخلص في الليسونس بنادم برا كيدير خدمتي في برا كدار ب 5 المليون وانا قاعد تنديرها ب 3000 درهم حشومه كاع وكاين اللي دابا تيشد لي بريستاسيون عندنا من برا اقسم بالله حيت برا تيجي تما كيجي غالي كيجي عندنا السميك ديال المغرب 2700 درهم اخويا وما عندي حتى شي واحد تيتخلص بالسميك انا ما عندي حتى شي واحد تيتخلص بالسميك